اكيد يعني شوف حاجه اللي ما تخفاش عليكم، عايشين كعائله، لاعبين كلهم قراب من بعضهم، مع الطاقم الفني، مع يعني الناس كلها متقاربه. الشيء هذا اللي سهل الاندماج ويسهل التاقلم في يعني في وسط المجموعه. الحمد لله كما يقول لك اللاعبين كاع راهم هنا باش يمدوا كل الامكانيات، يحطوا كل الامكانيات في مصلحه المنتخب، وان شاء الله المرسى النيجيريا يكون ان تري بون تيست لينا ان شاء الله، ونديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله.